النوع الثاني من أنواع لحام الانصهار الفيوجن ويلدنج هو الأكسفويل جاز ويلدنج. أستطيع أن أحصل على الطاقة الحرارية اللازمة لانصهار الجزئين المراد لحامهما هو عن طريق حرق وقود، والحرق لا يكون إلا في وجود الأكسجين، ولذلك يسمى أوكسي أي أكسجين فويل أي وقود. أشهر هذه الأنواع هو لحام الأوكسي أسيتيلين، فنستخدم في هذه الحالة غاز الأسيتيلين ونحرقه مع الأكسجين. إذن الأسيتيلين C2H2 بلس O2، هذا الخليط يتم حرقه فينتج لهب. هذا اللهب كافي لصهر كل من البيز ميتال والفيلر رود سلك اللحم. نستطيع أن نستخدم الأوكسي أسيتيلين تورش أو بوري، يسمى بوري اللحم، في عملية القطع. نستطيع أن نستخدمها في عملية القطع. هذا اللهب قد يستخدم بجانب اللحام في عملية القطع. لا يشترط الأسيتيلين كوقود لكنه الأشهر، ولكن يمكن استخدام ما يسمى ميثايل أسيتيلين بروبادين كوقود، أو الهيدروجين كوقود، أو بروبيلين كوقود، أو البروبان كوقود، أو الغاز الطبيعي ناتشرال جاز كوقود، ونحرقه فتنتج طاقة حرارية لازمة لصهر البيز ميتال وصهر الرد أو الفيلر ميتال. بعض طرق اللحام لحام الانصهار الأخرى، نستطيع أن نستخدم بعض الطرق المتقدمة في اللحام والتي تندرج تحت لحام الانصهار، مثل الإلكترون بيم ويلدنج، لحام باستخدام حزمة من الإلكترونات، ليزر بيم ويلدنج لحام الليزر، إلكتروسلاج ويلدنج وثرمايت ويلدنج لحام الثرمايت. أما النوع الأول فهو إلكترون بيم ويلدنج، فهو أحد أنواع اللحام الدقيقة والمكلفة في نفس الوقت. نستطيع عن طريق تعجيل الإلكترونات تنطلق طاقة عالية كافية لصهر البيز ميتالز. ويستخدم إلكترون بيم ويلدنج في التطبيقات الحرجة مثل السيارات والتطبيقات الدفاعية والتطبيقات الفضاء والتطبيقات الطبية والتطبيقات البحثية. مميزات وعيوب: المميزات كما أسلفنا أنه جيد لحام عالي الجودة، وفي هذا النوع من اللحام نستطيع أن نستخدم سرعات مختلفة، نستطيع أن نؤتمته، تكون الهيت أفكتد زون قليلة. أما العيوب فهو التكلفة العالية. النوع الثاني نستطيع أن نستخدم شعاع الليزر في عملية اللحام، وفي هذا النوع من اللحام لا يتم استخدام فيلر ميتال الغالب، ويكون هذا النوع من اللحام مثل مثيله من الإلكترون بيم دقيق. مقارنة بسيطة بين إلكترون بيم ويلدنج والليزر بيم ويلدنج: No vacuum chamber required for laser beam welding. في الليزر بيم لا نستخدم غرفة مفرغة، لا يوجد إكس رايز ينبعث في الليزر بيم، ولذلك يكون أأمن لحام الليزر أأمن منه في لحام الإلكترون. أما لحام الثرمايت ثرمايت ويلدنج فيتم استخدام تفاعل كيميائي بين الألمونيوم وبين أكسيد الحديد، ويكون على هيئة بودر لتنطلق طاقة حرارية كبيرة، لأن هذا التفاعل إكزوثيرميك تفاعل طارد للحرارة، فحصلنا على الحرارة العالية تكون لازمة لصهر البيز ميتال. كما نرى هذه قضبان سكك حديدية، فيفضل هذا النوع من اللحام لحام الثرمايت في لحام القضبان الحديدية. وأيضا يمتاز هذا النوع لحام الثرمايت بأن السطح الملحوم يكون سطح أملس ناعم، لا نحتاج لعملية تشغيل بعدها أو عملية تشطيب للسطح. أما القسم الثاني من اللحام فهو لحام السوليد ستيت أو لحام الضغط. سوليد ستيت باستخدام الضغط لوحده بريشر ألون، أو استخدام الضغط مع وجود طاقة حرارية. هذان القسمان
للسوليد ستيت ويلدنج. وفي هذا النوع من اللحام لا يتم استخدام فيلر ميتال، لا يتم استخدام فيلر ميتال في هذا النوع من اللحام. على رأس هذه الأنواع لحام الحدادة فور ويلدنج، كولد ويلدنج لحام الضغط على البارد، رولينج ويلدنج، هوت بريشر ويلدنج، ديفيوجن ويلدنج، اكسبلوجن ويلدنج، فريكشن ويلدنج، التراسونيك ويلدنج. لو لاحظت أن أغلب هذه العمليات هي عمليات تشكيل، وتكون في التشكيل انوصال للضغط. لحام الحدادة من أقدم طرق اللحام على الإطلاق، كان يستخدم قبل الميلاد. الكولد ويلدنج أيضا هذا من نوع تسليط الضغط، ولا يوجد طاقة حرارية لازمة. النوع الآخر رولينج ويلدنج، يستطيع أن نستخدم الرولينج، هذه العملية سبق دراستها في عملية تشكيل رولينج ويلدنج باستخدام لحام الدرفلة. الجزئين يكون قبل عملية الدرفلة بهذا الشكل، بعد عملية الدرفلة التحما وأصبح جزءا واحدا. وهذه الطريقة يتم تطبيقها على نطاق واسع في عملية تجليد الستينلس ستيل كلادينج، هذه كلادينج بروسيس من عمليات تشكيل المعادن. فيوجد ما يسمى بالرولينج ويلدنج، أيضا يوجد ما يسمى بالديفيوجن ويلدنج لحام الانتشار. نستطيع أن نضع الجزئين المراد لحامهما في ريفراكتوري مع رفع درجة الحرارة، فيحدث انتشار، تنطلق إحدى جزيئات أو جزيئات مادة ما إلى المادة الأخرى. اكسبلوجن ويلدنج لحام الانفجار، هذا اللحام قصير المدى، يكون الوقت قصير جدا، تنطلق طاقة حرارية من الانفجار كافية لجعل الجزئين يلتحمان. فريكشن ويلدنج لحام الاحتكاك، نستطيع عن طريق الحركة النسبية بين جزئين مع تسليط ضغط أن نجعل الجزئين جزءا واحدا. هذا اللحام لحام الاحتكاك، يستخدم في لحام المواسير على نطاق واسع، ويستخدم في لحام الكمر أو البيمز، الأعمدة الإنشائية. أيضا من السوليد ستيت ويلدنج الألتراسونيك ويلدنج. الألتراسونيك موجات فوق صوتية، وهي موجات ميكانيكية، نستطيع أن نولد موجة فوق صوتية عن طريق الأوزيليشن أو الاهتزاز، وهذه موجات شير، موجات مستعرضة بترددات معينة. فهذا الاهتزاز يجعل الأسطح القريبة مع وجود ضغط يجعلها تلتحم أو تلتئم معا، ولا يستخدم مادة مالئة ولا شيلد جازس ولا مواد عازلة لمنطقة اللحام عن أكسجين الهواء الجوي. هذا هو الألتراسونيك ويلدنج. نستطيع باستخدام هذا الترانسديوسر توليد ذبذبات وموجات مستعرضة شير ويفز، فتتذبذب، هذا الجزء يتذبذب فيجعل الجزيئات تهاجر من مكانها إلى آخر، ويلتحم على الجزئان مع طبعا تسليط ضغط على الجزئين المراد لحامهما. مميزة الألتراسونيك ويلدنج أنه لا توجد أو الهيت افكتد زون قليلة، يستخدم في لحام الأجزاء الإلكترونية، يستخدم في تجميع الألمونيوم شيتس، يستخدم في لحام التيوبز الأنابيب، وفي صناعة السيارات. شكرا لحسن استماعكم.